أخبار اليوم. الأهلي هو رمية جزائية، هو الهدف رقم 17 للنادي الأهلي. برضو نادي الزمالك بيلعب 5-0-1. محمد إبراهيم، مصطفى خليل على الدائرة، تنقطع الكرة، ترجع التاني الكرة البودي، محاولة جيدة من بودي لاستعادة الكرة. كرة مع النادي الأهلي، بينزل بيشو لعيب مواليد 92 منتخب مصر، وقع على الأرض حسن يسري. هو النادي الأهلي بداية متعثرة في بداية رحلة بحثه عن اللقب. الكرة الآن مع النادي الأهلي، محمد إبراهيم، عبد الوارث، بيشو، مصطفى خليل، عبد الوارث، كريم أيمن بيلعب دفاع متقدم كده شوية، رجعوا تاني نادي الزمالك تحت لفضل عبد الوارث، والهدف رقم 19. قلنا أحمد الأحمر لما بيلعب وبيتحرك بيفتح كل الخطوط. حتى الآن في الدقيقة 6 من أحداث الشوط الثاني، أحمد الأحمر غايب تماما عن المشهد في هذا الشوط. تغييرات بيجريها كابتن أيمن صلاح للتنشيط النواحي الهجومية. الأحمر، يسري، محسن، ويفضى تماما، والتصويبة، والهدف رقم 19 بيخرج حسن يسري في الدفاع، بينزل تامر صادق الشهير بدونجل، مصطفى تامر صادق، عبد الوارث. الزمالك بيعود تاني، بيرجع تاني للدفاع 5-1 مقفول. محمد إبراهيم، بيشو، مصطفى خليل، أحد أبرز لاعبي النادي الأهلي في هذا اللقاء. خليل، بيشو، وتصويبة قوية جدا، فعلا تخطط، فعلا تخطط، فعلا فعلا فعلا. تخطط الكرة، الكرة تصطدم بالعارضة وتدخل، وهدف، ورمية حرة. 20-18 بنلعب في الدقيقة 7 من أحداث الشوط الثاني. حوار جانبي ما بين كابتن أيمن صلاح والكابتن محب المراقب لهذه المباراة. يسري، الأحمر، حسن يسري عايز يعدي، عايز يفوت، تنقطع الكرة من لهتلر، كان عايز يعمل هجوم مضاد، لكن محمد سامي بيحتسب رمية حرة. الزمالك بيلعب بأربعة اتنين، في اتنين لعيبة على الدايرة، قاطع محسن، يسري بيعمل تمريرة، تغطية قوية جدا من دفاع النادي الأهلي، والتصويبة، وهدف، هدف يحمل خبرة السنين من قلب الأسد. حسن يسري كان غايب تماما عن الشوط الأول، يمكن بيعود مرة أخرى حسن يسري. نادي الزمالك ونجوم كثير جدا، وعودة للطيور المهاجرة من شتى الأندية. شفنا رامي يوسف، حسن يسري، عماد عبده، عبد الوهاب، إيهاب محسن، محمد ممدوح هاشم، وأحمد الأحمر، كريم كاتونجا يعود مرة أخرى لصفوف القلعة البيضاء. عبد الوارث وطارق محروس بيكتشف في هذه التشكيلة الموجودة في أرض الميدان الحلول الهجومية والدفاعية. عبد الوارث ومصطفى خليل وبيشو وبكار وبودي ومحمد إبراهيم على الدايرة. بيشو لعيب مهاري، لعيب أشول لمصطفى خليل، واختراق، وفين من أعلى الحارس، كرة فيها مهارة، بيقع على الأرض بيشو. الأهلي في التسع دقايق اللي بنلعبناهم هو بيتسيد التسع دقايق، وده باين على نتيجة المباراة 21-19. تاني الكورة مع حسن يسري، بيقع حسن يسري على الأرض، نتمنى له السلامة إن شاء الله. حسن يسري، الأحمر،
دفاع قوي جدا من محمد رمضان هتلر، طبعا لعبوا مع بعض كتير جدا في نادي الزمالك، ولكن هو ده الاحتراف. محمد هتلر لسه بنتكلم، يسيب الكرة البكار وانفراد وهاني هشام، والهدف رقم 22. صحوة حمراء، المارد الأحمر يستفيق وفارق 4 أهداف. وفي إشارة من محمد سامي، اللعيبة تخطوا في رمية الإرسال. نادي الزمالك عايز يلعب رمية إرسال سريعة، وادي البطاقة الصفراء بتشهر لأيمن صلاح. مفيش حد أحسن من حد، المباراة ابتدت تاخد طابع العصبية. بطاقة صفراء وإيقاف دقيقتين لطارق محروس، وبطاقة صفراء لأيمن صلاح، واعتراض. شايفين حمادة الروبي، الدكة كلها ابتدت تقوم وتتكلم. هل خبرات لاعبي نادي الزمالك أمام مجموعة من الشباب والخبرات من النادي الأهلي؟ هنشوف من يمر من خلال من في هذا اللقاء. مباراة لسه بدري قوي الدوري، وتصويبة من أحمد الأحمر، رمية ركنية. أيمن صلاح والاعتراض على كثير من الكرات. تصويبة وحائط صد قوي جدا من إبراهيم المصري. حسن يسري وبيشاور كده على تكتيك معين، بيبدلوا مع بعض في الملعب. حسن يسري بيفضي مساحة، الزمالك بيلعب 4-2، وتصويبة والهدف رقم 20. 22 الأهلي، 20 الزمالك. أيمن صلاح وطارق محروس الاثنين الكبار. دونجل بيلعب دفاع متقدم، محمد ممدوح هاشم بيلعبوا على بيشو، عبد الوارث، مصطفى خليل. بيشو خداع وعايز يعدي، وتلاحم قوي من محمد ممدوح هاشم فعلا، وإيقاف دقيقتين. إشارة قوية وصافرة قوية من محمد سامي. حكام أيضا أحد نجوم هذا اللقاء، طاقم تحكيم إن شاء الله يشارك في بطولة أفريقيا. وادي بشير ولعيبة نادي الزمالك وكاتونجا كلهم أصحاب وإخوات وحبايب، يعني زي ما بنقول مباراة إن شاء الله في حب مصر، القطبين الكبيرين الأبيض والأحمر. حسن يسري في لقطة كده، الكبير كبير يا حسن، بيهدي محمد ممدوح هاشم. هي مباراة في الأول وفي الآخر، مجموعها في الآخر 3 نقاط. الدقيقة 11، 22-20 النادي الأهلي. بكار لمصطفى خليل، عبد الوارث. بكار بيلعب وينزل تبديله على الدايرة، محمد إبراهيم وقطع على الدايرة، تبقى رمية حارس مرمى. دونجل عماد عبده وتبديل خاطئ. ادي كابتن محب بيكتشف التبديل الخاطئ ما بين مصطفى خليل وما بين ابراهيم المصري، وفي ايقاف دقيقتين. نادي الاهلي هيلعب ناقص لاعب، ادي ايقاف دقيقتين على محمد ابراهيم. قلنا المباراه ابتدت تتوتر. النادي الاهلي كده هيلعب 4 لاعبين، صعوبه كبيره على لاعبي النادي الاهلي، 4 في مواجهه 5. نادي الزمالك برده عنده ايقاف لمحمد ممدوح هاشم. ادي الاحمر وحسن يسري ودونجل ورامي يوسف ومصطفى السيد في مواجهة بودي وهتلر وإبراهيم المصري وبكار، نقص عدد وما في ساحات، ومصطفى السيد واختراق، ومحمد علي يتألق ويتصدى لكرة من الجناح الأيمن. هنشوف ونتابع. 4 في مواجهة 5، عبد الوارث وبيشو وبودي وبكار، 4 مهاريين. مصطفى السيد والاحمر وايهاب محسن ورامي يوسف ودونجل. كرة مهمة للنادي الاهلي واهم من نادي الزمالك، طبعا زي ما احنا عارفين النقص العددي لما الفرقة بتحرز هدف بيبقى ليه معنويات. وادي كرة وهدف، لسه بقول بودي وتصويبة، اعتقد ايمن صلاح هيفكر في كاتونجا. دقيقة 13، 23-20، فاول. هنشوف محمد سامي، اللعيبة في اعتراضات كتير. دونجل وخداع والتصويب وهدف، مهارة. شايفين خلاص مفيش جمل تكتيكية، كلها حلول فردية. لعيبة زي ما قلنا دايما، الشوط الأول هو شوط المدربين، الشوط الثاني هو شوط اللاعبين. المهارات الفردية بتغلب على طابع كل لعيبة الموجودة في أرض الميدان. 23-21، مهم جدا النادي الاهلي من مصلحته ان هو يحافظ على فرق الاهداف لغايه ما يكتمل. نادي الزمالك عايز يستغل النقص العددي، هو دي بودي تاني. بكار بيحاول يفتح مساحات وينزل على الدايره، عبد الوارث. نادي الزمالك اكتمل، 4 أمام 6، وتصويبه هاني هشام، تقع الكره، عايز يعمل هجوم خاطف. مصطفى السيد بينقل الكره بسرعه، بيدور على الاحمر،
بيرجع الكوره لدونجل، دونجل لحسن يسري، عمل اختراق والتصويبه فين؟ بعيده، مش ممكن يا حسن. النادي الاهلي اكتمل خلاص، بقينا 6-6، وبينزل محمد ممدوح هاشم مره ثانيه، لعيب مهم جدا في النواحي الدفاعيه، بيلعب في الليبرو في الدفاع. عبد الوارث، داخلين على منتصف الشوط الثاني، متابعينا في اذاعه نادي الشمس، و مصطفى خليل بيشو، وتصويبه وهدف من حتة كده من أقل من يعني 10 سنتي كده 15 سنتي، الكرة بتعدي بتخبط في القائم وفي جانب هاني هشام، ودي دونجل ومحاولة عنترية، الأحمر والتصويبة، يا سلام يا سلام الأحمر، وكأنه ماسك بندقية وبينشن بالنشين كان. طبعا جنبي نجم كرة اليد المصرية والعالمية كابتن احمد العطار، بيقول لي اول هدف للاحمر في الدقيقة 14. فعلا قلنا لما بيلعب احمد الاحمر، لما بيتحرك، لما بيفوت، لما بيعدي، بيفوق لعيبي نادي الزمالك، لعيب يمتلك الحلول الفردية، لعيب بيعرف يروح واحد ضد واحد كويس جدا. واحمد الاحمر واولى اهدافه في الشوط الثاني، الفارق ما زال هدفين، النادي الاهلي بيلعب جماعي شوية اكتر. مصطفى خليل وصيدين هاني هشام، لسه بقول ايمن صلاح بيبحث عن التغيير، وكل متابعينا في نص الشوط الثاني بيخرج هاني هشام وبينزل السد العالي كاتونجا. هنشوف بقى هل الحراس، وادي دونجل هو حامل لواء الاهداف، هو اللي بيعرف يعدي، هو اللي بيخلص دلوقتي النادي الزمالك، منتقل من نادي هليوبلس. 25-23، وبيعود كاتونجا الى ارض الميدان. بداياته كانت في نادي الشمس، ثم انتقل لنادي الاهلي، ثم انتقل بعد بطولة العالم مواليد 88 الى نادي الزمالك، ثم يعود الموسم الماضي للنادي الاهلي، ثم يعود مرة اخرى لنادي الزمالك. رحلة كبيرة لكاتونجا ما بين القطبين. عبد الوارث لبكار، 25-23، محمد ابراهيم، لسه احمد عبد الرحمن ما شفناهوش، لسه كوريا. محمد ممدوح هاشم بيطلع كده يتصدى الكرة، بيعدي بيشو، ودفاع قوي جدا على بيشو، هنشوف في إشارة لعب سلبي، حكام قالوا ادوا الأدفانتج ومفيش أي عقوبة. أدي بيشو، هنشوف هيخلص الكرة، وارتقاء والتصويبة، الكرة تخدمه، الكرة خدمة بيشو تمام التمام، هو أحد نجوم هذا الشوط بيشو، مصطفى خليل. إذن اللعيب الأعصر في كرة اليد، لعيب مهم جدا، لعيب محوري، الأحمر وبيشو. شفنا ممدوح طه في الشوط الأول من النادي الأهلي، مصطفى السيد وقت مستقطع بيطلبه أيمن صلاح، بيحاول يتكلم الثاني، النادي الأهلي هو المتسيد في النتيجة والأداء. 26-23، اكيد كابتن ايمن صلاح هيتكلم معاهم. الزمالك كان لما مقفل دفاعاته تماما كان في صعوبه، النادي الاهلي وطارق محروس وجد ضلته في النواحي الهجوميه مع عبد الوارث وبيشو ومصطفى خليل. هنشوف بقى كابتن ايمن صلاح بعد الوقت المستقطع وحواره مع اللعيبه والوقت المتبقي من احداث الشوط الثاني، تقريبا فاضل 14 دقيقه، لسه بدري تماما، فارق 3 اهداف، وحوار اخر ما بين كابتن محب وما بين محمد سامي ومصطفى المعاملي. مباراه ماشيه كويسه، نتمناها تخرج مباراه نظيفه، فير بلاي، لعب نظيف. الحاله النفسيه والبدايه، قلنا البدايه المتعثره في بطوله افريقيا، نادي الزمالك بطل افريقيا بيحاول ياكد عودته مرة أخرى للبطولات. الأحمر، حسن يسري، دونجل أحد أهم المفاتيح، الأحمر بيعدي ولكن الحكم بيحتسب 4 خطوات، إشارة محمد سامي، 4 خطوات على أحمد، كان حفل أكثر من رائع، بطولة نتمناها، بطولة مؤهلة للألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو في البرازيل، ودخول مهاري تمام التمام ما بين ممدوح طه وبودي من دونجل، لعيب مهاري، لعيب مواليد 92، من احد اهم الصفقات اللي عملها نادي الزمالك، نادي الزمالك في هذا العام اكثر من 14 لاعب. الاحمر ومحمد علي، محمد علي تصدى لوحده، ولكن الاحمر
يزال هو الجولدن بوي لكرة اليد المصرية، هو أحد مفاتيح اللعب. 26-25 أعتقد في خطأ في النتيجة، في خطأ في النتيجة فعلا، المقاطي والمسجل، طاقم تحكيم من السويس في حاجة في النتيجة، بيحاولوا يظبطوا النتيجة. 26 فعلا هو فارق هدفين للنادي الأهلي، 26-24. هنستأنف مرة أخرى، الدقيقة 18. هل كاتونجا هيكون له الكلمة العليا في الوقت المتبقي من زمن الشوط الثاني، أم لاعبي النادي الأهلي بالإصرار هيحاولوا يفوزوا بالثلاث نقاط؟ قلنا هي مباراة في الأول وفي الآخر ثلاث نقاط، لسه في بداية مشوار طويل جدا للمباراة دي في الأسبوع الثالث من الدوري. بشير بيسيب كرة على الدايرة، فاول، دفاع قوي جدا على محمد إبراهيم من رامي يوسف وما بين إيهاب محسن. عبد الوارث بيتفقوا على حاجة معينة هينفذوها، بيطلع رامي يوسف وعبد الوارث وكرة من الثبات، ولكن كاتونجا واعتراض على الكرة اللي فاتت، فاول قوي جدا ودفع قوي على محمد إبراهيم. طبعا اللي يقدر يحكمها هو المعاملي، مصطفى المعاملي هو حكم المرمى، هو اللي شاف الكرة. لعيبة نادي الزمالك بتستعجل الكرة، بشير، عبد الوارث، مصطفى خليل، دفاع قوي جدا من إيهاب محسن على مصطفى خليل. مصطفى خليل، مصطفى خليل وإشارة لعب سلبي. عبد الوارث مهمة الهجمة للنادي الأهلي، فاول ثلاث لاعبين على الفاول، مصطفى خليل وعايز يعمل ارتقاء، هو التصويبة فين، بيركن الكورة تيجي في القائم. كاتونجا، ممدوح هاشم، الأحمر، مصطفى السيد، دونجل، تصويبة يمكن غريبة، نادي الزمالك ما عندوش باك ليفت صريح بيلعب زي ما كنا متعودين، كان في ضريبه طبعا. كابتن احمد العطار احد نجوم نادي الزمالك كان بيلعب في هذا المركز، حسن يسر هو اللي بيلعب في الباك ليفت، غريبه، في ريشه، هل مصاب هل مش جاهز؟ يعني نادي الزمالك بيعتمد على الاختراق من العمق او من على الجناحين، ما فيش حد بيضرب من الخط الخلفي لنادي الزمالك. احمد الاحمر بيضو ايضا من اللاعبين اللي بيمتازوا بالاختراق او التصويب من منطقه التسعة متر او السبعة متر، انما من المناطق الخلفيه مش موجود، كلها لعيبه مهاريه، الاحمر ويسري ودونجل. مصطفى السيد بيعملوا زياده عدديه على الدايره عشان يفضوا لحسن يسري، وهدف. 26-25 عملوا زياده عدديه، نادي الزمالك بيلعب بهذا السيستم بالاختراق، نجحوا تماما مع النادي الافريقي، كانوا بيخترقوا دايما، بيفضوا مساحات على الدايره، بيميلوا الملعب ناحيه الاحمر ومصطفى السيد ويرحلوا، ينزل دونجل يعمل زياده عدديه تحت ناحيه الرايت، ويفضل الحسن يسر اللي جاي من ناحيه الليفت بالاختراق والتصويب. خليل مازال طارق محروس بيلعب بالتشكيله اللي بدا بيها الشوط الثاني، ناجحه تماما حتى الان. بكار، عبد الوارث بيسيب كره على الدايره تنقطع، هنشوف هدف التعادل وهجوم خاطف الاحمر، والهدف التعادل. 26-26 قلت الاحمر يلعب، الاحمر يتحرك، نادي الزمالك كله باستفاقة بيسيبوا له الكورة، نادي الزمالك دفاع قوي وهجوم مضاد على النادي الأهلي. 26-26 طبعا في جماهير بتحضر هذا اللقاء من مدينة الإسماعيلية ومدينة السويس وأيضا من محبي كرة اليد. مصطفى خليل وبشير وهدف. 27-26 بنلعب في الدقيقة 22. الأحمر، دونجل عايز يعدي، فاول، إبراهيم المصري دفاع تمام التمام، بيخرج إيهاب محسن وبينزل حسن يسري.
دونجول بيلعب في صانع الالعاب السنتر هاف، بينزل مصطفى السيد على الدايره يعمل الزياده. فاول على المهاجم من احمد الاحمر، بذكاء بياخده بكار. ابراهيم المصري بينقل الهجمه سريعه، بكار ناحيه الرايت فاضيه تماما، وابو العطا هو الهدف. 28-26، مباراة أسرع، مباراة أمتع في الشوط الثاني من الشوط الأول. الشوط الأول كان بتغلب علينا واحد دفاعيا، الفرقتين كانوا متحفظين تماما من بعض. الشوط الثاني انفتاح في الدفاعات، النادي الأهلي في أداء هجومي أفضل، الأحمر وحسن يسري ما زالوا يبحثوا عن ثغرات في دفاع النادي الأهلي. عايزين نشوف حد بيلعب في الخط الخلفي، عايزين تصويب من بره. دونجو وحسن يسري الاحمر، دفاع من اللاعبين، واختراق من دونجو والتصوير، هدف احد ابرز اللاعبين في الشوط الثاني. دونجو 28-27، بنلعب في الدقيقه 24. وقت مستقطع بيطلبه الكابتن طارق محروس في الدقيقة يمكن 22، الدقيقة 24 من أحداث الشوط الثاني. الأهلي متقدم بفارق هدف. طبعا بنهنئ نادي الزمالك ونادي سبورتنج أول وثالث أفريقيا، وشفنا أولى مشاركات لكرة اليد النسائية في من النادي الأهلي والحصول على خامس أفريقيا. المنتخب والاستعداد، وهنلعب ثلاث اسابيع ثم توقف للسفر في الخارج، ثم بطوله في ليتوانيا، ثم العوده الى القاهره ومعسكر مغلق، ثم بطوله في اول يناير استعدادا للبطوله الافريقيه. بطوله تؤهل مباشره، بطل افريقيا بتاهل مباشره الى الالعاب الاولمبيه بالبرازيل ريو دي جانيرو، والثاني والثالث بيلعبوا الملحق الاوروبي، بيبقى اصعب ما يكون. حوارات من كلا المعسكرين الاحمر والابيض، كابتن محب وحوار مع محمد سامي والمعاملي، واشاره كده من كابتن محب يعني الهدوء، ونتماسك في الدقائق المتبقيه من عمر هذا اللقاء. تقريبا فاضل بالظبط 6 دقائق و40 ثانية. ابو العطا بينزل سنتر هاف مكان عبد الوارث، لكن بيشو ومصطفى خليل باك رايت وباك ليفت زي ما هم. الاحمر وادي بشير، ابو العطا، ابو العطا على الدايره، محمد ابراهيم ودخول لمنطقه الستة متر، فارق هدف. كره مع كاتونجا، بينقل الكره لدونجل، وادي في ايقاف دقيقتين لمين يا ترى؟ لمين؟ هنشوف لمين. غالبا مصطفى السيد من نادي الزمالك. حوار وبيخرج مصطفى السيد. كان في ايقاف دقيقتين لمصطفى السيد، بنلعب في الدقيقة فاضل 6 دقائق بالظبط. وشايفين هنا كابتن طارق محروس بيخرج بكار بدفاع بالملازمة على الأحمر نادي الزمالك والنقص العددي. دونجول وحسن يسري ورامي يوسف ومحمد ممدوح هاشم. دونجول بيحاول يعدي، هو تصويبة وهدف. أحد أبرز اللاعبين دونجول، هو نجم الشوط الثاني في نادي الزمالك. تعادل 28-28، 5 دقائق ونص. بودي، بشير، ابو العطا، مصطفى خليل، ونقص عدد لنادي الزمالك.
كابتن ايمن صلاح بيقول للمدافعين اتحركوا وارفعوا ايديكم فوق. خليل وتصويبه وكاتونجا في المكان والزمان. الكره لنادي الزمالك. هنشوف بقى اللحظات الاخيره. وادي الاحمر بيقول له اهدى كده وبيمسك الملعب بهدوء تمام التمام. استعجال من مصطفى خليل. وادي كابتن طارق محروس بيقول له يعني استعجلت في الكره اللي فاتت. وادي الجماهير بتشجع نادي الزمالك. رامي يوسف وبيتكلم كده مع حسن يسرى هيعملوا حاجه. النادي الاهلي فاصل لاحمد الاحمر تماما. حسن يسري دونجل عايز يعدي دونجل ناجح تماما بيمرر كرة كده لحسن يسري لكن دفاع قوي من النادي الاهلي. ناجح تماما دونجل في هذا اللقاء الشوط الثاني على وجه التحديد. دفاع قوي من هتلر على دونجل. دونجل بيتكلم كتير مع الحكم يعني هو يركز في اللعب اكتر. اشاره لعب سلبي. دونجل عايز يعدي بيقع على الارض واشاره لعب سلبي. ينزل تاني مصطفى السيد. ذكاء من نادي الزمالك طولوا الهجمه لغايه ما اكتملوا ولكن في اشاره لعب سلبي. حسن يسري الاحمر وتصويبه هو في ايد محمد علي هينقل الهجمه سريعه. لا فضل يلعب لبودي. لسه اتنين من نادي الزمالك ما رجعوش. هجوم خاطف للنادي الاهلي. بودي بيسيب لبكار في حته صعبه جدا عايز يرجع تاني بالملعب. خلاص الهجمه وقفت. ابراهيم المصري بيقف على كورته. 28-28 بنلعب في الدقيقة 27 من أحداث الشوط الثاني والهجمة حمراء مع النادي الأهلي. أبو العطا بودي بيطلع في الباك رايت وبيشو بينزل في الجناح الأيمن. هنشوف النادي الأهلي هيعمل إيه. أبو العطا محمد إبراهيم بيعملوا الزيادة العددية على الدايرة. هو بودي وتصويبة وإشارة لعب سلبي. سلبي بينزل إيهاب محسن وبيخرج دونجل. أصعب لحظات المباراة. مصطفى خليل عايز يعدي وبيدور على مساحة فاضية وهدف. هدف جميل جميل. مصطفى خليل مشي بالعرض وراح ناحية الرايت وصوب كده بهدف جميل جدا على يمين كريم هنداوي. 29-28 احمد الاحمر. مصطفى السيد. حسن يسري بيحاول يعدي دونجل بيسيب كره على الدايره. دفاع قوي جدا من النادي الاهلي. ابراهيم المصري ومحمد ابراهيم وبيشو وهتلر وبكار وبودي. دونجل عايز يعدي ولكن فرديه كتير قوي بيلعب بفرديه كتير قوي. مصمم على الاختراق لازم يلعب جماعي اكتر من كده شويه. وادي الوقت المستقطع الثاني بيطلبه كابتن ايمن صلاح. 29-28 مباراة مهمة مباراة قوية جدا. كابتن احمد العطار يا ترى شايف الثواني الاخيرة والدقيقة الاخيرة دي من عمر اللقاء تمشي ازاي؟ هو طبعا لازم يبقى فيه هدوء شوية في الزمالك. الزمالك يعني شايفين الفازع على الفاضي. النادي الاهلي يمكن ايده اللي هو سيطر طول الشوط الثاني يمكن ده اللي عصب في الزمالك واللعيبة. هو المفروض الزمالك لو اداؤه هدي يقدر يلعب ويفتكروا ان هو كان بيلعب بطوطه ازاي اعتقد ان هو هيعدي بسهوله جدا للمباراه. بس هو في منفذه كتيره جدا في زي ما انت بتتكلم وانت عندك بتقول كله لعب فردي مفيش لعب جماعي. الشوط الثاني يمكن ما شفناش احمد الاحمر ما ظهرش الا في هجمتين. برضه ان انت تلعب احمد الاحمر طول الشوط الاول ارهقه ان هو مش قادر يجيلك في الشوط الثاني. فده كان لازم تتقسم الفترات اللي لعب فيها. طبعا بنشكر الكابتن احمد العطار على مداخلاته معانا. وفعلا احمد الاحمر تم استهلاكه بدنيا والنادي الاهلي فعلا طلع عليه شويه بيدفع بالملازمه لكن دونجل اشتغل شويه. وادي نادي الزمالك تحركات في الخط الخلفي. دونجل برده عايز يعدي بشكل فردي عايز ياخد رميه جزائيه لازم يلعب جماعي اكتر من كده. كوره تصيب وكوره تخيب يا دونجل مش كل مره هتقدر تعدي. محمد ممدوح هاشم. حسن يسري كنت اتمنى ان نادي الزمالك يلعب بباك ليفت صريح كان يفرق معاهم في التصويبات من المناطق الخلفيه. وحسن يسري وكره واعتقد في ايقاف دقيقتين. ايقاف دقيقتين لبيشو. فاضل دقيقه و48 ثانيه والاهلي متقدم بهدف. مش هيكمل بيشو خلاص الوقت المتبقي من عمر الشوط الثاني مش هيساعف
ان بيشو ينزل تاني، خلاص هو كده خارج المباراة. دونجل عايز يعدي حسن يسري، نقص عدد للنادي الاهلي في وقت صعب جدا. دونجل وبرده الحلول الفردية، رامي يوسف مصمم يلعب فردي، مصمم يخترق، اشارة لعب سلبي، مصطفى السيد، هل احمد الاحمر والحلول، واحمد الاحمر، احمد الاحمر يبقى هو كلمة السر في نادي الزمالك، يبقى هو مفتاح الفوز دائما لنادي الزمالك، يبقى احمد الاحمر بهذه القيمة الكبيرة وخبرة السنين كلها هو منقذ نادي الزمالك. كابتن احمد طبعا هنتابع الدقيقة المتبقية، الكرة مع النادي الاهلي، هجمة صعبة جدا للنادي الاهلي، 29-29، هل تنتهي المباراة بالتعادل ونطلع حبايب ولا النادي الاهلي يفوز؟ من يمر من خلال من متابعية وادي الجماهير وصحوة الجماهير؟ كان المفروض فيها عقوبة وادي، هنشوف وقت مستقطع بيطلبه كابتن طارق محروف. ليه؟ 47 ثانية وإشارة لعب سلبي على النادي الأهلي. محمد إبراهيم لمصطفى خليل اللي عايز يعدي، وفين؟ فين؟ بعيدة تماما تماما. وادي أيمن صلاح بيقول له اهدأ اهدأ أيمن صلاح، فاضل 30 ثانية. وادي اعتراض من كابتن طارق محروس ومن لاعبي النادي الأهلي، هنشوف الكورة ما كانش فيها أي حاجة، إيه اللي حصل؟ إيقاف وادي على مصطفى بشير، كان بره تماما، هنشوف ايه اللي حصل. وقت صعب جدا من عمر هذا اللقاء، هنشوف نادي الزمالك وخبرات لاعبيه هل ينهوا الكرة ازاي، تمشي المباراة ازاي. 32 ثانية، وقت زمن طويل مش قليل، ونقص عدد للنادي الاهلي صعب جدا. هنستأنف كاتونجا مع الكورة، وادي حوار ما بين حسن يسري ومصطفى السيد والأحمر، وحوار ثنائي أيضا ما بين رامي يوسف ودونجل. كابتن محمد سامي بيطمن على دكتين البدلاء، كله قاعد تمام. وادي بإشارة من إيده لترابيزة المقاطي والمسجل باستئناف اللعب، خلاص استأنفنا والثواني الأخيرة. الكرة مع نادي الزمالك، هنشوف خبرات نادي الزمالك هل تنهي اللقاء أم دفاع النادي الأهلي ومحمد علي يتصدوا ليها. 20 ثانية، أعتقد نادي الزمالك هيخلص مع الثواني الأخيرة، هيبقى التعادل أفضل لو الكرة راحت على الدايرة، وخلاص يبقى هم عايزين يطلعوا المباراة تعادل. فاضل 5 ثواني، 4 ثواني، وكاتونجا بيطلع من الجون بيروح لمحمد ممدوح هاشم، وحوار كده ما بينه وما بين محمد ابراهيم. محمد ممدوح هاشم اعتقد هيسيب الاحمر، هيسيب لحسن يسري، ساب لحسن يسري، وتصويبه، حسن يسري يجهز على النادي الاهلي في الثواني الاخيره، وهدف قاتل من حسن يسري. 30-29 مشاهدي القراء هي النتيجة، والزمالك يعلنها صراحة بتفوقه على الأحمر، ويعلنها موسم أبيض لنادي الزمالك على النادي الأهلي. حسن يسري والخبرة تنهي هذا اللقاء في الثواني الأخيرة، وبتنتهي اللقاء 30-29، وفرحة غارمة للاعبي النادي الأهلي. الفرقتين قدموا مباراة طيبة، مباراة جميلة فاز فيها نادي الزمالك في اللحظات الأخيرة. خبرة حسن يسري أنهت هذا اللقاء. كابتن أحمد سريعا كده تقول حضرتك إيه على الهدف الأخير؟ أقول طبعا خبرة السنين زي ما أنت كنت بتتكلم مع حسن يسري، 4 ثواني، كل الناس كانت، كل الدفاع كان مركز على أحمد الأحمر، اتنقل الكورة ناحية الباك ليفت، شاطها بميل بمنتهى الفن وأداء مبهر في توقيت صعب جدا بيجيب الفوز لنادي الزمالك. مبروك لنادي الزمالك، وهارد لك النادي الأهلي اللي عمل جيم في منتهى الجمال. شكرا كابتن احمد العطار، شكرا متابعي في اذاعه نادي الشمس، نلقاكم على خير ان شاء الله في مباراه اخرى، شكرا وسعدت بكم.